أني نظن أن إحنا تخوف تعالى كان من الناحية البدنية نظرا لعدم تدرب اللاعبين لمدة حوالي 15 يوم، وعندنا حتى لاعب واحد يعني منهم انطلاق الموسم تدرب خمسة أيام فقط، خمس حصص فقط. نظن أني هذا الشيء كنا متخوفين من الإصابات بعد نهاية المقابلة. الحمد لله خرجنا بصفر إصابات وهذا شيء إيجابي، كنا قادرين نقتلوا المقابلة يعني في العشرين دقيقة الأولى. نظن أني نقطة أمام خصم محترم يعني أيضا يعني تعتبر إيجابية.